اسم جميل وانت يا حلو رحمه رحمه ما شاء الله وانت يا جميل ها ادم ربنا يخليك انا بجينا في ترجي احنا اولادك اهلا وسهلا كنت مين بقى مستغرب يا لوي جاي تطلع هنا لا انا شغال شغال هنا بالك انت ماشي تبقى كويس الحمد لله رضا اتفضل يا فندم الاول مساء الخير بعد مقابلتك لسياده الرئيس في العالمين وجه سيادته بتلبيه كل طلباتك الف الف شكر سياده الرئيس اتفضلوا مش عارف نشكر حضرتك ازاي يا رب يبارك لنا في مصر والسيسي والدنيا ازاي بدأ الحوار مع سيادة الرئيس؟ والله بالنسبة لسيادة الرئيس كان الموضوع بالصدفة البحتة يعني وده كانت حاجة من أهميات من أهمية حياتي إن أنا أقابل سيادة الرئيس. أنا كنت بمشي الأولاد على الممشى وسيادته كان هو معدي وقلت له كل سنة وأنت طيب يا رئيس فانتبه لينا وجاء قابلنا. سيادة الرئيس بيهتم بالشعب بجميع أطوافه. ومن كرم سعادته لينا إن هو يعني بدأ يسألنا عن الدخل. مستوى المعيشة وهو بالنسبة لي سيادة الرئيس يعني مشكور أنا مش عارف أشكر سعادته إزاي والله العظيم يعني دي حاجة من أهم حياتي إن أنا قابلت سيادة الرئيس قلت له أنا شغال هنا عمالة مؤقتة قال لي بالك قد إيه قلت له بالي سنتين بتبقى كويس قلت له الحمد لله أنا مسطول بيتحصل على كام قلت له حوالي 5000 قال لي عايش مبسوط قلت له الحمد لله سعيد طب طلباتك قلت له مش طلبات أنا كفاية إن أنا يكفيني إن أنا شرف ليا إن أنا قابلت حضرتك من احساسي وجوايا وداخلي ان سياده الرئيس يعني حاسس بالفقراء وبالغلابه والناس التعبانه والشيانه وبالذات العمال. خليني ابشرك ان بناء على توجيهات سياده الرئيس هتستلم غرفه نوم لاطفالك واجهزه كهربائيه لبيتك كمساعده بسيطه ليك ولاسرتك. ألف ألف شكر لسيادة الرئيس ألف ألف شكر لسيادة الرئيس ربنا يخليه لمصر وتحيا مصر ربنا يخلي سيادة الرئيس يا رب بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي الله اكبر اللهم صل على النبي ربنا يبارك لنا في سعادتك